نتوما يا مدخنين، انتم انتوما نتوما اللي كتكميو وكتدخنوا اي انواع من السيجاره من الدخان. واش ما لاحظتوش من الفتره ديال بدايتكم للتدخين ان الصحه ديالكم بدات كتدهور؟ دابا غايقولوا لي بالطبع بالطبع نعم، خصوصا اذا كنتو بديتو التدخين منذ سنين. اما اللي يلاه بدا التدخين فغيبدا لاحظ بشويه بشويه داكشي. هذا الفيديو هذا بالاشتراك مع قناه هبوش تي في اللي هي هبه غتهضر لكم على هذا الموضوع هذا. يا هذا انا هضر لكم في الفيديو ديالي على الصديق السوء او الاصدقاء ديال السوء، المعاشره السيئه اللي عندهم دور كبير في التدخين اللي تهضر لكم عليه زينب. فما تنساوش ملي تسالوا من الفيديو ديال زينب تدخلوا الفيديو ديالي، غادي تجيبوا اللينك ديالو في صندوق الوصف. انا هضر لكم على كيفاش تميزوا بين الاصدقاء اللي مزيانين وبين اصدقاء السوء وكيفاش تحاولوا تبعدوهم عليكم. كيف ما شتو هبه تهضر لكم على موضوع ديال الاصدقاء السوء، اصدقاء السوء اللي كياثروا على هذا الشيء اللي غنهضر عليه في الفيديو هذا اللي هو التدخين اللي هو الادمان. اصدقاء السوء كيمشيو بشويه بشويه كيبقاو يجروك حتى كتلقى راسك وسط محنه، كتلقى راسك ضحيه ديال دوك اصدقاء السوء، ضحيه ديال الادمان، ضحيه ديال التدخين، ضحيه ديال المخدرات، ضحيه ديال اي عاده سيئه اتقات لازمك وبامكانك تغلب عليها او تغلبي عليها. هذاك هو الموضوع اللي غادي تهضر عليه هبه في الفيديو ديالها. الرابط ديال قناتها غيكون في صندوق الوصف وحتى الفيديو. بالنسبه لكم انتم يا مدخنين، انتم يا ايها الناس اللي دخلتوا الفيديو ولفتكم العنوان، ما عندي ما نقول لكم من غير انه هنيئا لكم يا مدخنين، هنيئا لكم بالسرطان اللي غادي ترتفع النسبه ديالو من كتدخنوا. لا سرطان الرئه، لا الحنجره، لا الفم، اللسان، المعده، البنكرياس والاثني عشر اللي هي لاباغ الاولى اللي كتكون في المعده، كيكون داك الاثني عشر عاد الامعاء الدقيقه، فهي اول قسم من الامعاء الدقيقه. هنيئا لكم ايضا على الدخان الذي يؤثر على صحتكم، الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي بفضل النيكوتين، لانك عندما تستنشق ذلك النيكوتين من الله كتنفس داك النيكوتين هذاك كيمشي اوتوماتيكمون للدماغ وكيأثر على الجهاز العصبي وعلى الدماغ عامه. هنيئا لكم ما غاداش تبقاو تشوفوا عولوا غديروا نظاظر، حيت التدخين كيأثر على ضمور عصبه العين او عصب العين، كيأثر كذلك على التذوق والشم. بما انك كتبقى دائما تدخن فالتذوق غادي تنقص، ما غاتبقاش تذوق الطعام، ما غاديش تعرف الطعام الا عطاه لك، ما تعرفوش الا بعد مرور ثواني، يعني يقولوا عندك صعوبه في التذوق وحتى في الشم من كثرت داك الدخان اللي كتستنشقو، غيولي عندك فقدان في الشهيه، ما غاديش تبقى تاكل بزاف. ايضا هنيئا لكم حيت غادي تشوفوا تصبغات في الجلد ديالكم فجاه، غيولي بانوا لكم تصبغات في الجلد، زائد يعني عاده كبروا دغيا غيولي عندكم تجاعيد بسرعه اكبر في الجلد ديالكم، زائد غادي يأثر لكم على الجهاز التنفسي، غيأثر لكم كذلك على نظام القلب والأوعية الدموية. هنيئا لكم عاوتاني غيأثر لكم على الجهاز الهضمي، قرحة في المعدة، عسر في الهضم، أيضا تلون الجلد كما قلت لكم، تصبغات، الشيخوخة المبكرة كما قلت لكم في الأول. وبالنسبة للمرأة فعندها أضرار أخرى نفس ديال الرجل، يعني هادشي عامة، ولكن المرأة غادي يسبب لها العقم. أيضا غتلاحظوا أنه بدا الفم ديالكم، يعني حنا غير كنشوفوا واحد كنقولوا هذا راه كيكمي من الفم ديالو، من تصبغات ديال الفم غيولي الفم ديالو أزرق، ماشي أزرق اللون ولكن أزرق، يعني غتشوفوا تقولوا هذا راه كيكمي من غير الريحة اللي كتقلصق في داك السيد ولا السيدة. أيضا سيتغير لون اللثة، وكذلك ضعف الأسنان وإصفرارها، زائد تساقطها، وكذلك رائحة كريهة في الفم. أيوا كما كتشوفوا. هنيئا لكم. شحال الامراض كتجمعوا في الجسد ديالكم. علاش قررت انا نهضر على هادشي؟ اقول لكم علاش. ترى معايا واحد الموقف في العائله ديالي، في الاسره ديالي ماشي العائله، اللي خلاني نمشي للسبيطار. ومشيت للسبيطار وكنشوف الناس مرض بزاف، واحد الدرجه ما كتصورش، الناس كيبكيو، واحد الدرجه المسكين كيطلب الله كيقول يا ربي غير تشافي لي ولدي، يا ربي الصحه. الناس كيطلبوا الصحه باش يتشافوا، وحنا كاملين عندنا الصحه، وفاش كنمرضو كنحسو بديك القيمه، ولكن ماشي ديك القيمه ديال ديك الصحه اللي كتقول على الناس اللي مراض في السبيطار وناعسين. اذا كنتو من دوك الناس المدخنين، يلاه بديتو التدخين، يلاه جركم شي حد للتدخين. مثلا صديق كيقول لكم كما هاد الفيديو غتهضر عليه هبه ديال اصدقاء السوء، كما قلت لكم صديق كيقول لك هاك جرب هادي، هاك غير جرب، كتجرب كتقول نجرب عاوتاني، كتبقى دائما تجرب في الاخر، ما كيبقاش تجربه كيولي ادمان، ومن بعد ما كتقدرش انك تحيد منها، كتحاول بحال دائما اي واحد كيبغي يدير شي حاجه غير في الحياه ديالو العاديه كيقول خلي هادي تندي هادي، خلي هادي تلهادي، ولا خليني نعاوتاني ندير هاد الحاجه. نفس الحاجه بالنسبه للتدخين، كنهضر انا على التدخين بصفه عامه، وحتى الارجيله اللي هي الشيشه
قالوا الأطباء أن الشيشة هي أخطر بكثير من السيجارة، وناس دابا ولاو ناس عاديين كيكميو في الشيشة، كيديروا الشيشة واخا بحال ما كيديروا حتى حاجة. أغلب الناس ولات كتجيهم شيشة عادي، ولكن هي راه ماشي عادي، اللي هي الأرجيلة باللغة العربية. زائد خرج واحد النوع جديد من التدخين اللي هو التدخين الإلكتروني. كنت في فنلندا وبان لي واحد كيكمي حدا، المهم في الزنقة بان لي. وبالنسبة للتدخين الإلكتروني فحاليا بقى ما تبتش حتى حاجة على أنه صحي، يعني كيقولوا غير صحي ولكن بقى ما تثبتش انه صحي. وهادشي كامل لاش؟ جاوبوني دابا نتوما كيفاش انكم بديتوا التدخين. يا اما شي واحد قال لكم جربوه، يا اما بغيتوا انكم تقضيوا على شي مشكل كان في حياتكم واكتشفتوا شي حاجه جديده وبغيتوا انكم تجربوا هذيك التدخين اللي كتشوفوا الناس كيدخنوا وبغيتوا تحسوا داك الاحساس ديال انكم مدخنين. وفي الاخر شنو طرا؟ تحتوا في الفخ وليتوا ضحايا التدخين، ضحايا الادمان. انا شخصيا تعرض عليا انني ندخن والله الا تعرض ليا، تعرض ليا انني ندخن، وما بغيتش نقول الشخص، المهم راه قريب ليا ماشي صديق من العائله، وشفت داك الشخص كيدخن قدامي. زعما كانت تجربه، ما بغيتش نقول لكم داكشي دابا، ولكن نقدر نقوله من بعد في الانستغرام في شي لايف بحال هكاك، غير الا سولتوني راه غادي نقول لكم. تعرض ليا انني ندخن، قلت لا لا كنت باغا نجرب، ولكن ما جاتنيش داك الشجاعه انني نجرب. صافي ومن بعد جرب داك الشخص ودخن قدامي وبدك يكحب والحالة حالة هي. مهم بعض المرات يعني بعض المرات انا شخصيا بعض المرات كيجوني دوك، يعني ماشي غير انا، كل شيء كيقول على الاقل مرة واحدة في حياتك فكرتي انك تدخن الا ما كنتوش كتدخنوا. ولكن كيما شفتوا حاولوا انكم اذا كنتم مدخنين تحيدوا هاد الافة هذه، يعني كنتوا ضحايا ديال التدخين، ضحايا المخدرات اللي هو كفس للإدمان ديالو أصعب، ضحايا ديال أي حاجة خيبة. إدمان صعب جدا، صعب أنك تحيد منه. وإذا بغيتي أنك تحيد من الإدمان، تحيد داك الحاجة اللي كتخليك أنك تمشي تدخن، فراه صعيب. ما عادش نقول لكم مستحيل، أنا ليش داير هاد الفيديو باش نقنعكم أنكم تحيدوا داك التدخين من حياتكم. ليش أنك نقول لكم داك الأضرار كان من في الأول باش تعرفوا داكشي اللي كديروا فيه ما مزيانش. تريدون الإقلاع عن التدخين، كنشجعكم واحد الطريقة ما كتصورش أنكم تجربوا. في الأول غادي يجيكم صعب بزاف، ولكن مين في الأخر غادي تقلعوا التدخين، غادي تفكروا داكشي وتقولوا أوه أنا فين كنت وشحال عانيت وهانا دابا الحمد لله ساليت من حيت عليا داكشي. مين غادي تبغي تحيد التدخين تحس بصداع كبير في الرأس، غادي تحس بحال واحد بحال صايم 24 ساعة ما ماكلاش، تدير تحدي أنه يبقى بلا ماكله ولا بلا نعاس، وفي الاخر كيقول لا غنمشي ندير هذا، بحال كيقلع على الهدف ديالو، ما كيبقاش داك الهدف كيحيد منه. فهمتوا؟ مثلا واحد كيحفر كيبقى غادي كيقلب على الذهب في المنجم، كيبقى يحفر بزاف حتى كيطلع ليه الدم وكيمشي. من داك المشي غادي يمشي كيكون راه الذهب غير مورا داك الحجره الصغيره اللي غادي يحيدها. يعني اذا حاولتوا انكم تقلعوا عن التدخين وبقيتوا فيه شوط كبير وانتم كتحاولوا في الاخر قررتوا فجاه انكم ترجعوا للتدخين، كونوا متاكدين انكم داكشي كامل غيضرب لكم في الزيرو، وغادي يضرب لكم في الزيرو بالطبع. نتوما غتعرفوا هادشي، غتعرفوا راسكم هادشي كامل غيضربوا الزيرو، ولكن المهم هو انكم ترجعوا للتدخين، وهذا شيء سيء بزاف. ولكن عافاكم، حاولوا انكم تحافظوا على الصحه ديالكم. هي على قبل والديكم اللي مساكن غادي يبقاو يتعذبوا من نشوفوكم مليوحين في السبيطارات وعامرين سرطانات وبزاف الحوايج اخرين. انا شخصيا عمي مات بالكونسير مع الطرحه ديالو، واش ديال الرئه واش ديال الحنجره، حيت كان كيدخن وماشي كنظن ماشي غير صح ما عرفتش واش المخدرات ولا لا ارا نو، ولكن كان المهم تدخين عامه. التعليق الاول من عند ورده ال 25: لا اعتقد ان مؤمنا يحرص على صحته لان اشياء ثلاث هي في الاولويات، الهدايه رقم واحد والصحه ثانيا والكفاءه ثالثا. لا معنى للكفاءه من دون صحه ولا معنى للصحه من دون ايمان. فالصحه جزء اساسي من حياه المؤمن، فاذا ثبت لدى المؤمن ان الدخان يدمر صحته وهو يدخن، دعك من الحكم الشرعي، اولا ليس الدخان محرما بنص خاص، الدخان محرم بنص عام. الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. هذا هو التعليق ديالها وهذا هو الراي ديالها في هذا الموضوع. تعليق الموالي من عند لوف فاتي: انا واحد الدري هو كيجيني من العائله، مهم كان دائما كيدخن وكل الناس انيت معاهم كنصحوه باش ما يبقاش يدخن، ولكن هو مصير باش يدخن، وداك التدخين ديالو صافي ولا ادمان ديال بصح، صافي مرض واحد المرض مزمن ديال الرئه تاعو، صافي ولات سوداء، بقى في السبيطار حتى مات مسكين كيما شفتو.
شو التدخين كي ولا دمر هاد الدري مسكين الله يرحمه. نهيلة حسين: كان عمي يكمي السجائر بكثرة لا تثق ودائما نقول له قطعوا، راه مدير نهار قطعوا مات. الغلط اللي دار هو جاو قطعوا بمرة وهو خاصو يتقطع بشوية بشوية. وكنشكرك حبيبة على هاد الفرصة. هذا الرأي ديال نهيلة حسين، وما عرفاش واش خاصو يتقطع بشوية بشوية، ولكن مهم نتوما حاولوا انكم تستشروا ناس مختصين في هذا المجال، ناس ديجا فايتين كانوا كيكميو قطعوه ويعطيكم نصائح اكثر. ولكن كما قلت، اذا كنتو كتكميو مثلا بزاف بزاف باكيات في النهار، من الافضل انكم تقطعوا بشويه بشويه، تولي تنقصوا من باكيات بشويه بشويه، من بعد تنقصوا وحده بوحده تتنقصوا يعني كامل. ماري بوسا: انا بابا ما قدرش يحبس التدخين. ايوا الله يعاونو، كنتمنى انه يشوف هذا الفيديو هذا ويستفد شويه. وما يوما الصراحه انا واحد ما فامي كان كيكمي بزاف، وعيات مرتو ما تدوي معاه وصداع مي والو، ودارت معاه لامبوسيبل باش يقطعو والو ما بغاش. وفكرت في واحد الحل هو انا تحيد ليه لاكارت غيشي، وفعلا صدق ليها وبدا كيقطعو شويه بشويه. وهذا الحل كنصح به جميع لي فام ولي مامون بوغ ايفيتي سا. اي ميرسي زين بوغ هذا الفيديو ديال باسكو كاينين بزاف الناس كيعانيو مساكن، وكنتمنى شفاء عاجل للجميع ان شاء الله. امين، الله يشفي جميع المسلمين والمسلمات. ميسو ابتسام: حبيبه انا عمي الله يرحمه مات بسبب التدخين، كان مدمن عليه بزاف وطرطق ليه عرق في عرق في العقل تاعو ومات، خلى دري صغير مسكين كيبقى فيه الله يرحمه. واستافدوا من هاد الناس هادو اللي كيعاودوا تجارب ديال العائله ديالهم. مريم الشعيبي: انا خالي كان كيدخن، كان يعني لواحد الدرجه ما كتصوروهاش، واحد النهار قرينا في القسم طرق توعيه للناس اللي كيدخنوا، وجاتني الفكره انني نوريه فيديو كيبكي انه غادي يخلي ولادو ومراته عائله العائله ديالو بصفه عامه. الحقيقه في الاول ما تاثرش، ولكن في الاخر لاحظنا انه بدا كيقلل منه، وحاليا ما بقاش كيكمي الحمد لله، وحتى واحد ما عارف السبب الا انا. هنيئا لك، هنيئا لك يا مريم. يعني حتى نتوما اذا كنتو كتعرفوا الناس كيكميو حاولوا انكم ماشي تقولوا ما غدير هذه غتموت يعني كما شفتوا انا كان بحال كنبين الاضرار، ولكن بطريقه مزيانه ماشي كنغوتو بحال واحد ما كيصلي شي صلي راه غتلاح جهنم بشويه بشويه. يعني كاين دوك الناس الاذكياء اللي كيحاولوا انهم يوعيو الناس بطريقه ذكيه، حاولوا انكم تكونوا هاد الناس. روان ستار: انا خالي ولي كنقولوا ليه حنا حبيبي، بزاف الناس كيقولوا خالي كيقولوا ليه حبيبي، انا ما عمري ما عرفتش حتى جيت نقرف من دراسه. المهم كان خالي كيكمي بزاف لواحد الدرجه ما كتخيش، كان كيكمي عشرات الباكيات ديال النهار، حاولنا نصحوه ولكن والو. حاولوا انكم تنصحوه بطريقه ماشي انكم تقولوا ليه تدخين مضر بالصحه، لا، طريقه انكم تقولوا ليه يعني بداو تلوحوا ليه الهضره كما قلت على مريم وعلق بالاميمه. وميمه قالت لنا مرتو قطعت عليه الفلوس، يعني ملي كتقطعوا لواحد الفلوس ما كيلقاش باش يشري، ولكن كاين الناس لما يعني واحد ما كيلقاش باش يشري كيستسلم، كاينين لا كيمشيو كيطلبوا الناس كيسعوا في الزنقه وما عندهم يعني عائلتهم ميسوره كيسعوا في الزنقه باش يشريو هذاك الباكيات ديال ديك النبق اللي هو سيجارات. وحتى فاش كنبغوا نتصدقوا على الناس، يعني الواحد كيجي يتصدق على الاخر كيشوف واحد بحال فيه ريحه شراب ما كيبغيش يعطي فلوس حيت غدبق الفلوس غيمشي يشري بهم الشراب. الواحد كيمشي يدير هاد الشيء غير على قبل داك الادمان. حاولوا انكم اذا كنتو كتعرفوا اشخاص مدمنين وانتم ما كنتوش كتكميو ولا كتكميو، طبقوا هادشي على راسكم ولا على الناس الاخرين. حاولوا انكم ماشي تقولوا ليه التدخين مضر بالصحه حيت هو ولا هي ديك الكلمه عيومه سمعوا فيها من كثرت ما كيديروا هادشي. اي حاجه كيدير شي حاجه ما كتعجبش الناس كيسمعوها ليه حتى كيعيا كيعيا بزاف، يعني واحد كيبدا يحكر عليه هادي 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 هو كيعيا. يعني كما قالت مريم ورات ليه الفيديو اللي كيبكي غادي يخلي عائلته بوحدهم، غادي يخلي والديه، غادي فهمتوا بحال هاد النوع ديال التاثير ديال طرق التوعيه هما اللي كيفيدوا. المهم ابتسام فلور: تدخين من اخطر الافات، انا بابا كيدخن ولكن بدا كيقلل منه مزيان، بدا كيقلل منه كما قلت لكم كنتو مدخنين قلوا بشويه 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 باش ما تحسوش بداك الاثار اللي هما العواقب ديال ترك التدخين بزاف. اذا قلتوا فيه الدقه فراه اول حاجه صعيب، وثاني حاجه كما قالت ديك البنت مات واحد الدري حيت قطعوا بدقه، ولكن انا ما عرفتش هادشي بصح واش انا نو ما عارفه حتى حاجه على هذا الموضوع ديال الا قطعتي في دقه، ولكن حاولوا من افضل انكم تقطعوا بشويه بشويه. دعاء بولايول قالت لي: انا بابا كيكميو فيما كنقول لي تدخين مضر للصحه، كيبدا يتعصب ويغوت عليا. كما قلت لك حاولوا انكم ديروا الواحد طريقه ديال التوعيه بطريقه عقلانيه rational way to convince the other to drop the thing. هادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا شويه. الى فت واحد فكر انه يقلع عن التدخين
وخصوصا الا واحد بالصحيح للتدخين من بعد مشاهده الفيديو فراه بالطبع غادي يكون اكبر شرف لي في حياتي انني حميت الواحد من الموت. نقدر نقول الموت كاع. المهم شكرا لحسن المتابعه. I love you guys so freaking much. ما قلتش في الوجه اصلا لايف لايف هذا الفيديو خاصني ندخل في النيشان. I love you. Peace.